خير متابعي تلفزيون اليوم السابع، اهلا وسهلا بكم. مرصد التحليلي لمباراه الزمالك والاتحاد السكندري في الاسبوع 29 للدوري والسباق القمه بين الاهلي والزمالك يوط الفار، ومعانا نجم مصر ونادي الزمالك كابتن وليد صلاح. نورك يا كابتن حبيب. عبد الرحمن وحشني. انت اللي وحشنا والله بقالي فتره يا ماتش. ايه النهارده ماتش؟ هنعمل ايه في ماتش النهارده بقى؟ والوط والفار والزمالك والاهلي وست ماتشات من نار. لما نتكلم في امور المباراه والامور الفنيه، انت بتتكلم دلوقتي في حاجه تحفيزيه، او اتحاد الكره طلع قرار او قال بيان ان لو اتحاد السكندري، في معنى لو الاتحاد كسب الزمالك هو ماشي. اتحاد السكندري قال ان هو يعني الكاف طلب منه يعني الفرق الاربعه اللي شفت افريقيا، ففي خد الاثنين ابطال الابطال الاول والثاني في الدوري اللي هو الاهلي والزمالك ابطال في دوري ابطال افريقيا، وقال الثالث والرابع هو اللي هيشاركوا مش بطل الكاس، لان طبعا الاهلي هو بطل الدوري والكاس الموسم اللي فات. المصري بقى هو الفريق الثالث هيروح يشارك في الكونفدراليه. تمام. الفريق الرابع الفريق اللي هو هيبقى الرابع في الدوري. ما هو سموحه خلاص بيراميدز 43 نقطه. سموحه امبارح لو كان كسب كان هيبقى 43 ويبقى لا كان هيبقى متساوي مع بيراميدز، كان لا كان عنده امل لو كان كسب. النهارده تحس كان ده 41 نقطه، لو كسب هيخش على طول. طيب هنتكلم في ايه؟ يبقى كده النهارده بتتكلم الزمالك بيدور على سباق القمه. تمام. والاتحاد هيكسب النهارده دي بطوله لوحدها هيخش في الكونفدراليه. انا بقى جبت لك بقى اختصرت الكلام ده كله في ايه يا زمر؟ ان فيما معناه ان الاتحاد النهارده بقول لو الاتحاد كسب نادي الزمالك يخش الكونفدراليه، وده انجاز لنادي الاتحاد. اكن اقول ده بطوله لوحدها طبعا. في نفس الوقت انت بتتكلم في نادي الزمالك اللي هو بينافس على البطوله. انا بتكلم في حته ايه؟ معرفش التوقيت ده صدفه او مصادفه، زائد ان المصري وصل خلاص والمصري هيلعب الاهلي برضو. انت عارف الكلام ده برضو بيتقال على السوشيال ميديا، لكن انا كلاعب كوره او راجل فني بتكلم برضو من الحته النفسيه. عايز تقول ان هي مقصوده يعني مثلا؟ مش مقصوده. مش هقول مقصوده، لكن هقول التوقيت ليه بتاعها. وبعدين الاهلي والزمالك ما بيلعبوش في نفس التوقيت، يعني انت المفروض بتيجي النهارده. دي نقطه مهمه، دي ممكن نتكلم فيها. ليه الاهلي والزمالك ما لعبوش في وقت واحد؟ ده صح. ما انا بقى اهو يعني الفريق متساويين في كل النقط 64. يبقى انت ليه ما جيتش يعني حتى ممكن اشرف الجولين الجدول الدوري الاتحاد جدول الترتيب موجود معانا، ما لعبتش اهلي وزمالك في نفس التوقيت ليه؟ مش معنى بعد المباراه دي. فانت هنتكلم بقى ان النادي الاتحاد نازل بدوافع عاليه جدا، دوافع جدول الدوري زي ما قدامنا 10 جاب. هو الاهلي الاول بفرق الجولات المباشره 64، والزمالك الثاني نفس رصيد النقط 64. فبتكلم اللي هو انت بتتكلم فيه دوافع رهيبه جدا لنادي الاتحاد اللي هو على امل اللي هم بيهاشوا بطوله بحد ذاتها، كانه هياخد بطوله. في نفس الوقت انت بتتكلم عن نادي الزمالك اللي هو بينافس على البطوله، لو فقد نقطه يبقى هو خارج المنافسه. حتى كابتن حسام حسن في المحاضره النهارده مع اللعيبه يعني كل سنه وهم طيبين. طبعا هو كابتن ابراهيم عيد ميلادهم النهارده، قال لهم هديتي لعيد الميلاد انتوا تكسبوا النهارده. بتكلم هم يعني كابتن حسام وابراهيم بعيد عن الدوافع، هو عايز يكسب اي ماتش. لكن طبعا الدوافع الافريقيه، لكن انت النهارده بتتكلم ان انت زائد الدوافع اللي عندهم والحماس اللي عندهم، بتتكلم في ان انت لو كسبت النهارده الزمالك بتاعك عايز تقول ان الماتش الفريقين داخلين على الفوز لا محاله. ما هو لازم. وبعدين الفكره كلها انت لو كنادي اتحاد ممكن تتعادل، وده برضه هتبقى نقطه ايجابيه ليك، لكن نادي الزمالك لو تعادل يبقى انت خسرت، تبقى انت بعدت عن القمه. طبعا. فانت بتتكلم ان نادي الزمالك عنده حل او عنده ما عندوش حل الا حل واحد بس اللي هو الفوز عشان ينافس على بطوله الدوري العام مع النادي الاهلي. لكن نادي الاتحاد كسب او تعادل برضه هو يعني بص ما اجي اتفرج على التشكيل، ويا ممكن يقول لنا التشكيل نشوفه برضه. تشكيل الزمالك نازل بالقوه الضربه، تشكيل الزمالك بادئ يعني بجنس زي ما هو محافظ على ثبات التشكيل. محافظ على التشكيل يعني جنس في حراسه المرمى وعبد الشافي في الشمال ومعاه حمزه المسلوسي في اليمين والونش ومحمد عبد الغني محافظ على قلب الدفاع الاثنين طارق حامد ومحمود عبد العزيز مستمر في جزء نص الملعب وزيزو وشيكابالا بادئ من الاول وبن شرقي موجود وفي الهجوم سيف الدين جزيري محافظ على مكانه. صحيح. التشكيل ده منطقي؟ طبعا تشكيل منطقي بالظبط. وبعدين هو كمان برضو الراجل حاطط كان ممكن يحط امام عاشور. امام عاشور رجع الايقاف هو واوباما موجودين في البودلة طريقه اللعب. فانت الناس دي بعيده، فقال لك لا انا بلعب اتنين ديفندر عندهم مهمه دفاعيه وبترك بقى واسيب شيكابالا وبن شرقي وزيزو هم الثلاثه اللي اشتغلوا قدام مع سيف الدين الجزيري وامن نص الملعب الاثنين دول. لكن احنا عارفين وواثقين ومتاكدين ان كابتن هم مش مقتنع بمحمود عبد العزيز، فكان ممكن يحط امام عاشور عادي جدا. كان ممكن يبدا بيه وهو راجع من الاولمبياد مش كويس، والراجل يعني ما غابش يعني الراجل هو حافظ على الثبات بالظبط كده. لكن انت برضه هو فكر في حته ان انت بتلعب تحت سكندري وعنده طموح وعايز يلعب في افريقيا، فانت بالتالي لا انا امن نص ملعبه والعب لاخر دقيقه حتى لو ما قدرتش اخلص المباراه كعاده نادي الزمالك هو بيخلصها في الشوط الاولاني. واعتقد ان نادي الاتحاد او كابتن حسام حسن هيبقى عنده النقطه دي ووصله
بشكل كبير ان نادي الزمالك بيخلص الجيم في اول. بس في حاجه، تشكيله النهارده تشكيل النادي الاتحاد السكندري بيلعب بكل اوراق رابحه، بيفاجئ الزمالك، مش بيخلي حد بره يعني. انا اعرف موجود، وانا اعرف ان موجود، خالد غندور لسه راجع من الاصابه، راجع موجود. يعني تشكيل الاتحاد السكندري برضو يعني ممكن اشرف يقول لنا تشكيل كله، تشكيل هجومي هو ضرب كلها موجوده. هو تمام، بس انا اللي انا اعرفه ان الاتحاد فيه اربع خمس لعيبه اساسيين مش موجودين طبعا، بس الاسماء مش جايبه معايا. لكن ايا كان الوضع، ان نادي الزمالك النهارده لازم يكسب، لازم يفوز عشان الدوري العام. لو فقد نقطه هتبقى مشكله. زائد برضه سمر فيه حاجات سلبيه ما ينفعش تحصل قبل المباراه، موضوع فتوح اللي عمله وموضوع الفلوس والكلام ده. انا ككابتن او كان لازم نقول ان في مدير كوره هو اللي المفروض هو خد قرار التربيه والسبعيد، وهو عنده اوراق كتير. ما ثانيه واحده بس يا سمر، معلش، لا ما عندوش اوراق كتير، ما عندوش في الباك ليفت، لكن يعني شايف موجود، ما عندوش الارشيف، شايف كويس كده، ماشي. افت حصل حاجه مش لازم بديل بره. تمام. وعبد الله جمعه بعيد راجل بعده، فانت بتتكلم دلوقتي ان فتوح في قبل المباراه زي دي، مباراه مهمه، مش عايز افوت عبد الله جمعه. عبد الله جمعه مشكلته عشان الناس عايزه تعرف، عبد الله جمعه مش موجود ليه، وبيكتب كتاب غريبه، والناس حاسه ان في مشكله، في نمرضه، وفي الكلام اللي بيتقال، وفي قصدك ان هو مش ملتزم، قصدك يعني هو فكر حاجه كده يعني. لكن انا خلينا نتكلم في اللي عمله فتوح، وده ما ينفعش. كان لازم يلم الموضوع شويه، لان ما عندوش بدائل كتيره جدا. زائد ان محمود علاء كتب على تويتر والكلام ده كله، حتى لو بس هو كده مش مشكله، مش بدايه برضه، حتى لو ملوش علاقه، حتى لو مش علاقه بكره القدم، لكن الناس هتاخدها في مجال الكوره. لا، ما هي الناس بتتكلم ان هو غضبان او حاجه او متضايق. هو راجل بيقول ما عنديش اي مشكله، واحنا واحد ومش متقبل فكره ان هو لا قال كده يعني. في انا طبعا مش فاكر اخر حاجه معناه اللي هو ما ينفعش، اللي هو قبل مباراه زي دي، اللي هو كاتب في معناه ان في ناس عارفه، في ناس هي اللي معادن احتياطي وبتاثر على الراجل والكلام. بس بقول لك هو راجل نفى الكلام. مين؟ طيب. هو قال ده كاتب قوي على صفحته. هو امبارح كان المهم يعني. يعني ايا كان، لو هو انت قصدك ان في مشاكل، المشاكل دي هتاثر على الزمالك، المشاكل دي ممكن تاثر على الزمالك. انا ما بتكلمش فني لحد دلوقتي، انا بتكلم في امور مهمه تاثر على مسيره الفريق، وخصوصا انت بقى ست ماتشات وهتاخد دوري عام. طبعا. فانت ما ينفعش الامور دي كلها تحصل قبل، وخصوصا كمان موضوع فتوح، انت ما عندكش البديل، ما عندكش باك ليفت يا جماعه. طب هو الراجل يعمل ايه؟ لو فرضنا راجل اللعيبه ما التزمش، لازم وانت راجل كنت مدرب يعني، مش لازم مدرب وعارف. لا، ما انا معاك، لازم فكر التربوي. ما هو اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان اللي انا اعرفه ان ما خدش فلوسه زي بقيه الناس كتير، وبعدين راح بيتكلم مع كارترون. وهي دي بقى فكره مدير الكوره. بس المعلومه الاكيده زمان في القطر ان المشكله خلصت، وموضوع المستحقات مش خلاص انتهى بالنسبه. انا بتكلم في اللي حصل. ما انا بقول لك خلاص، هو امبارح كان في فرصه ان هو يخش المعسكر وما حصلش في اخر لحظه. يعني الموضوع خلاص خلص تاني. انا بتكلم المصاط يعني ايا كان، بس دي طب التشكيل بشكل عام، انت شايف تشكيلنا مثالي بالنسبه لنادي الزمالك؟ طبعا مثالي. وطبعا امام عاشور في الدكه موجود، انت شارك اوباما يدي ميزه يدي قوه، بالرغم بس بيكسب. يعني نادي الزمالك بيكسب في ظل غياب اللعيبه دي حاجه ايجابيه. لكن لما تبقى اوباما موجود وامام عاشور موجودين من عناصر القوه الهجوميه، طبعا ده حاجه كويسه في مباراه صعبه زي دي. التشكيل نادي الزمالك القوه الهجوميه المعروفه نفس التشكيل. الاتحاد السكندري انا يعني اللي عنده وراه كتير، عمر حمدي جاي متالق جدا، خالد قمر كويس جدا، غندور كويس جدا، كويس برضه، لعيب فيبرات اللعيبه كويس، صبر رحيم، فوزي الحناوي برضه لعيب كويس. لا يعني الراجل اللاعب السيد سالم، خلي بالك السيد سالم باك وصبر رحيل، باك صبر رحيل في برده كويس، بعض قدام بعض الاثنين لعيبه كوره، والاثنين سرعة، والاثنين عندهم التزام الدفاع والهجوم كويس جدا. فدي مشكله من ناحيه اليمين. نادي الزمالك عليه الارتداد السريع لما يفقد الكوره، لان هيواجه مشكله كبيره جدا في المرتدات. واعتقد ان الكابتن حسام حسن النهارده مش هيفتح الجيم، وهيلعب على المرتد، هيقطع ويشتغل على المرتد، مش هيغلط غلطه الكابتن خالد عيد فتح الملعب، وعايز يكسب، هيلعب المرتد. مش هتفق معاك، شايف ان شخص انا هيبقى جريء لاخر وقت. لا، انت برضه انت بتراه ان هو قصدك هيقفل وهي يلعب اخر ثلث ساعه مثلا. بالظبط، هبص طب ما دي ما تضمنوش فوز. ما انا هقول لك حاجه، كل يعني افرض الزمالك بيلعب دلوقتي بطريقه الضربه القاتله في اول ربع ساعه عملها، والاهلي عملها برضه في الماتش اللي فات، خلاص الماتشات المحله وسريع. الزمالك بيشتغل على كده لو الفرقه اللي قدامه اشتغلت، لو اشتغلت وهي نازله فاتحه الجيم. لكن لو هي مقفله، هي اللي بتشتغل هجمه مرتده. خلي بالك ماتش المحلي الزمالك كان بيلعب هجمه مرتده وراح بواحده واثنين وثلاثه وخلص الجيم. لا بس بلا من اول هجوم عايز يخلص وخلص. ده طبيعي، ده تلات زمالك والزمالك الاهلي نزل بعديه وخلص برضه. الاتحاد السكندري النهارده لو لعب نفس طريقه المحله وفتح الجيم وبيهاجم نادي الزمالك من بدايه المباراه هيخسر كتير.
فانا اتوقع ان كابتن حسام حسن هيشتغل تقفيل في نص ملعبه ويشتغل هو على الهجمه المرتده وهيقعد يطول الجيم. لو قعد يطول الجيم لاطول وقت نادي الزمالك هو اللي هيقلق، هو اللي هيقلق. هو كابتن حسام حسن هيلعب على او الاتحاد السكندري هيلعب على كوره او كورتين ضربه ثابته كورنر، ده اقصى حاجه. لكن لو هو يفتح الجيم ويشتغل ويروح الباكين يطير والكلام ده كله ما اعتقدش ان حسام حسن هيعمله النهارده. هيكون فيه اهداف الشوط الاول؟ لا تعادل. لو كنت عادل. لان لو الفكر اللي في دماغي ان لو الاتحاد السكندري نزل لو تم تنفيذ الفكر انت بتقول عليه مقفل، لا هيبقى تعادل الشوط الاولاني 0-0. شفت تعادل. نروح نشوف الماتش وبعد كده نرجع نشوف ده. شيل متابعي تلفزيون اليوم السابع، نروح نشوف مباراه الزمالك والاتحاد السكندري في الشوط الاول بالاسبوع 29 للدوري.